بعد انتهاء السنة الثالثة من كلية العبيد. كمية شتات كبيرة جدا، وكانت أطول واحدة من أطول السنين، مش أطول سنة، بالإضافة إلى أن قسم مدني قسم شتات، زائد أن احنا السنة دي خدنا أول مشروع نظري عملناه في حياتنا، مشروع خرسانة، وكان خد مجهود كبير قوي على درجات ملهاش أي لازمة، لكن كمية درجات قليلة قوي، ولكن عملنا اللي علينا وخلصناه، وده المشروع بعد ما انتهى وسلمناه. قال لك ده في تدريب وبتاع والاجازه قضيه، طب نعمل ايه يا جدعان؟ قلت اطلع مصيف، لازم اطلع مصيف. ودي مقدمات المصيف، الدخله بتاعت المصيف. فقررت اقضي المصيف بتاعي مع بدو سين. طبعا جهزت حاجتي الشخصيه، بناطيل وتيشيرتات وشراتك واللاب والسماعات وحاجتك كلها، ويلا بينا. وبسم الله نبدا الرحله. وكده احنا في نفق بيعدينا لسينا، مش عارف اسمه نفق ايه، ووصلنا متاخر قوي، ولكن بدانا اليوم بان احنا جبنا مانجا من على الشجره، ودي احسن حاجه، بتجيب منجتك بايدك عشان ناكلها قدام الشط. ودي شكل المانجا بعد ما جبناها، طبعا كانت لسه هضره، وده الطريق واحنا رايحين البحر. ما خدناش كتير لان البحر قريب من المدينه، يا دوبك ربع ساعه بنكون قدام الميه. وادي اسيبكم على البحر. وفي اليوم ده منه كان اول يوم ما عملناش حاجات كتير، يعني يا دوبك اتغدينا وشربنا الشاي قدام الميه، وده له طعم تاني، وخدنا شويه صور قدام الميه، شويه صور كتير شويه. وبعد كده انا قررت اركب ورا واحنا مروحين عشان اعيش في الهواء الطلق، وده منظر الميه واحنا مروحين. وبعد ما روحنا قررت اقضي السهره بتاعتي على فيلم فاست اند فيرس الاخير وفيلم اكستراكشن، وبعد كده نمنا وصحينا بدري عشان تاني يوم. بدانا اليوم التاني باحسن لاعب في برشلونه وهو بيستعد للنزول في الميه، حركات استعراضية. والنهاردة كنا ناويين نخيم، وهنا دي خطوات التخييم. بدأنا نخيم، بنحط أساسات الخيمة، وبعد كده بنحط السقف. وأحلى تحية لأحلى ناس عربوية كانوا بيساعدونا طبعا. وبعد كده بدأنا نحط الجدران بتاعتها، طبعا كل ده بيتربط عشان نعرف نشيله تاني، مش ثابت يعني. ودي الخيمة بعد ما خلصناها اهي قدام البحر على طول، وده طبعا السحلية اللي بتبقى في الكرتون، قعدت اجري وراها بس ما كانتش راضية تقف. وده احنا نصبنا الشبك وجبنا غدانا وشويناها على البحر. طبعا كنا مصطادين كمية كبيرة لان احنا عددنا كبير، وطبعا من غير اي حاجة، يا دوبك بالملح بس شويناها. ونزلنا المية تاني عشان نجيب غدا تاني يوم، وغدانا هناك اهو، بس ممكن مكونش واضح، بسطوها برمي الشبك، مع اني معرفش بترمي ازاي، كنت برمي وخلاص. وبعد كده عملنا الشاي على المنقد، وده اجمل كوباية شاي تشربها في حياتك على المنقد قدام المية. طبعا الشاي قدام البحر له طعم تاني. وده السمك اللي احنا اصطدناه عشان الغدا بتاع تاني يوم. بعد كده اكلنا بطيخ من مزارع العرب، وبرضه زي كل يوم خدنا شوية صور مش كتير، والايام بتتكرر. مرضتش اعطلكم، سلام.